كانت جميلة ومثيرة، أدارها ميال بامتياز وبحضور جماهيري كثيف للبلوز ولأبناء سوسترا أيضا الذين عادوا إلى العاصمة غانمين فرحين. الربع ساعة الأول من المباراة عرف ضغطا رهيبا من الأولمبي الذي بادر عن طريق العائد بنوح الذي أنذر زيما الذي تألق مرة أخرى أمام سويبع، ولكن المحاولة الأخطر كانت في الدقيقة السادسة بعد أن رد القائم تسديدة القائد غير المحظوظ في هذا اللقاء عدتي. العاصفة الهجومية على زيما ودفاعه تواصلت، ولكن محاولات سويبع كلها لم تعرف طريقها إلى الشباك لتألق هذا الأخير وللحظ العاثر للاعبي الأولمبي. هدوء الاتحاد كان ينذر بشيء ظهر وبان في الدقيقة 27 بعد تمريرة رائعة من البديل برنان جسلة ينفرد بالحارس عمراوي الذي يقع في المحظور الذي كلفه ركلة جزاء وبطاقة صفراء. الركلة نفذها وسجلها تشيكو وهو الهدف الثالث له هذا الموسم. سليماني بعد ذلك أخرج عمارة وأدخل راشدي للعودة في المباراة بسرعة، وهو ما كان له في الدقيقة 44 بعد هجمة مرتدة وسوء تعامل لابن يحيى مع الكرة. القناص بروح وبقوة يعدل الكفة وسط فرحة عارمة لسليماني وعلى طريقته الخاصة، فرحة كانت كبيرة على المدرجات وعلى أرضية الميدان من جانب الأولمبي. لينتهي الشوط الأول على التعادل الإيجابي. في الثاني ومع بدايته نفذ عددي ركلة زاوية ارتطمت بقائم زيما للمرة الثانية، وبواقعية كبيرة وتحديدا في الدقيقة 65 بعد هجمة منظمة وملصقة، توزيعة من برنان أندريا استغل من خلالها سوء المراقبة وخطأ العمراوي وأضاف ثاني الأهداف للاتحاد والتفوق لثاني مرة في هذه المباراة. بوت طالب أشباله بالهدوء والتمركز الجيد ولعب البلوك بسبب أرضية الميدان التي أعاقت التشكيلتين وحرمتنا من مشاهدة عروض أفضل. وغير بعيد عن هدف لاعب المباراة أندريا وعند مشارف الدقيقة 72 وبعد ركنية ترك فيها شافعي من دون رقابة على مرتين فعاقب بها سعدوي والبقية بهدف ثالث قتل به المباراة. المباراة التي عرفت طرد بالأحسن من جانب الاتحاد بعد أن أنذره الحكم الرائع في مناسبتين. الفرص بعد ذلك كانت يائسة من سويبع الذي سيكون له شأن كبير إذا ما واصل العمل بجدية.